نظم موظفو الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة رواتبهم وإدخالهم في اللجان والفرق الخاصة بالهيئة. إحنا أقل الرواتب على مستوى جميع وزارات وهيئات الكويت، وهذا هذه إحصائية من وزارة التخطيط تثبت بأن إحنا كموظفين الهيئة أقل رواتب. إحنا عندنا رواتب على مستوى الدولة، والهيئة أصبحت جهة طاردة كعاملين فيها، ما حد يقدر يجي الهيئة ولا في هناك رغبة، وهناك عزوف من كثير من العاملين أن ينتقلون إلى مجال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. إحنا كنا نتمنى أن الموظفين يدخلونهم في اللجان والفرق حتى أن يعني نرفع مستوى الدخل لهم كعملهم وهم كإنجازهم، لكن إحنا قاعد نشوف أن لا، العاملين في الهيئة ما يدخلون في اللجان ولا بالفرق. المطالبات شملت تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح في انتخابات نقابة الهيئة، وبأن تكون رواتبهم عادلة تتناسب مع طبيعة العمل الذي يقدمونه. شنو الحقوق اللي خذيناها من الهيئة من أول ما بدأت الهيئة؟ غير هذا، لحظة أتكلم وياك، أنا مترجم لغة إشارة هني 13 سنة أنا هني، شنو الشغلة اللي عطوني إياها؟ مكتب مثل الناس أنا ما عندي، كادر ما في، بدل طبيعة عمل أنا شغلتين أشتغلها، وغير الشغلتين أنا مترجم لغة إشارة معتمد والحمد لله وعندي شهادات تثبت بهالشغلة هذه. المعاق يجي الساعة 7 على عربانة عشان ناخذ رقم، شلون هل يجي؟ شلون أنا دول في الحاسب الآلي؟ هذه الوقفة ليست الأولى التي يحاول من خلالها المعتصمون إيصال أصواتهم للمسؤولين لإنصافهم، وتعهدوا باستمرارها حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.